بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مكتب الشيخ عبد الكريم الخضير العلمي بالتعاون مع تسجيلات الراية الإسلامية يقدم شرح كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وصفيه من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاستجابة لطلب الأخوة المنظمين لهذه الكلمات في هذا المسجد، والأصل كلمات، ومعنى الكلمات يعني وجيزات مختصرات وليست دروس كما علق في الإعلان، على هذا اتفقنا، وهي كلمات يسيرة يعلق فيها على كتاب لسماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. والكتاب خدم فشرح من قبل بعض طلبة العلم، ويوجد في الأسواق شرحان، أولهما للشيخ أحمد الطويان وثانيهما للشيخ محمد العرفج، وهناك أشرطة سجلت في دورات علمية حول هذا الكتاب، وفيها شيء من البسط والتوضيح، فنحيل المستمعين إليها. هي أكثر من دورة، وشاركت في اثنتين منها، أولاهما في جامع ابن القيم في حي المنار، وسجلت الأشرطة ووزعت وانتشرت انتشارا واسعا، وأخرى في الخرج، وكذلك حضرها جمع غفير. وعلى كل حال، مثل ما ذكرت، الكتاب إنما ألف في الأصل للعوام، لعامة الأمة، وعلى هذا فالحديث سوف يكون مختصرا مقتضبا، وليس المجال مجال بسط على مسائل الكتاب، لأن هذا يرتقي عن مستوى العامة، وإن كان أكثر الحاضرين من طلبة العلم. على كل حال، الكتاب فريد في بابه، وإن كان هناك محاولات ممن تقدم مثل فتح المعين لفهم الضروري من علوم الدين، لكنه كتاب فقه وشرح بمجلدات، هناك معرفة ما لابد منه من أمور الدين. المقصود أن الباب مطروق، لكن بهذا القدر وبهذا الحجم الذي يتناسب مع عوام المسلمين فريد في بابه، فرحمة الله على الشيخ رحمة واسعة. ومما ينبغي التنبه له أن بعض الطبعات تخلو من المقدمة، واعتمدها بعض الشارحين، فشرح الكتاب على أنه لا تقدمة له، ولا يليق بالشيخ رحمه الله أن يبدأ دون بسملة ولا حمد له. وهناك طبعات أخرى فيها مقدمة يسيرة نقرأها على الإخوة. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول: أما بعد، فهذه كلمات موجزة في بيان بعض ما يجب أن يعرفه العامة عن دين الإسلام، سميتها الدروس المهمة لعامة الأمة. فقوله سميتها يدل على أن هذه مقدمة من وضع الشيخ، وإن خلت منها بعض الطبعات، هذه ليس فيها مقدمة إطلاقا. وبعض الشارحين شرح على أن الكتاب لا تقدمة له. وهنا يقول: أما بعد، فهذه كلمات موجزة في بيان بعض ما يجب أن يعرفه العامة عن دين الإسلام، سميتها الدروس المهمة لعامة الأمة.
وأسأل الله أن ينفع بها المسلمين وأن يتقبلها مني، إنه جواد كريم مؤلفه رحمه الله، آمين. لا شك أن العوام والمقصود بهم الذين لا يقرؤون ولا يكتبون على حسب مستوى الكتاب، لأنه بدأ الكتاب بتلقين الفاتح وقصار السور، ومثل هذا لا يخاطب به من يقرأ أو يكتب، لأنه يقرأ بنفسه ولا يقتصر على هذه السور التي أشار إليها الشيخ رحمه الله. والناس إلى وقت قريب لا سيما أهل العلم وأئمة المساجد لهم عناية بالعوام، فيلقنونهم الضروري من علوم الدين، لا سيما ما يتعلق بالعقائد الأصلية كالأصول الثلاثة مثلا، وما يتعلق بكلمة التوحيد، إلا أن هذا مع الأسف الشديد هجر منذ أزمان، فلمن يترك عامة الناس؟ أهل الشر يقذفون بشره من كل جانب، وأهل العلم يؤدون بعض ما عليهم في تعليم العلم لأهله ولطلبته، أما عامة الناس فلا تجد من يلتفت إليهم إلا في كلمة عابرة أو موعظة مختصرة تتجه إلى القلب من الرقائق ونحوها، أما تعليمهم ما يجب أن يتعلموه وما يجب عليهم أن يعرفوه، هذا انتبه له الشيخ رحمه الله فألف هذه الرسالة المختصرة. والرسالة ابتدأها كما سمعنا الشيخ رحمه الله بالبسملة والحمدلة اقتداء بالقرآن الكريم وعملا بالحديث الذي يحسنه جمع من أهل العلم، كل عمل ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع. هذه الرواية حسنها جمع من أهل العلم، وإن حكم بعضهم على الحديث بجميع طرقه وألفاظه بالضعف، على كل حال لو لم يكن في ذلك إلا الاقتداء بالقرآن، فالقرآن مفتتح بالبسملة والحمد، ثم عقب ذلك بالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا سنة مؤكدة أمر الله به سبحانه وتعالى في كتابه، وجاءت الأحاديث بالحث عليه، بل ذم من سمع ذكره عليه الصلاة والسلام فلم يصل عليه، وجمع رحمه الله بين الصلاة والسلام لامتثال الأمر، فإن الأمر لا يتم امتثاله إلا بجمع بينهما، جمع بين الصلاة والسلام، فمن أفرد السلام دون الصلاة أو الصلاة دون السلام أطلق النووي في ذلك الكراهة، وإن خصه ابن حجر رحمه الله نخص الكراهة بمن كان ديدنه ذلك، يعني يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام مطلقا ولا يسلم عليه، أو يسلم عليه فيقول عليه السلام ولا يصلي عليه دائما، أما من كان يجمع بينهما تارة ويفرد الصلاة تارة ويفرد السلام تارة إنه لا تتناوله الكراهة حينئذ. وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، وهذه كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، وهي سنة استعملها النبي عليه الصلاة والسلام في خطبه ومكاتباته، ووردت في أكثر من 30 حديثا، فهذه الفواقع في جواب أما كلمات موجزة يعني مختصرة قليلة، فالإيجاز والتعبير عن المعنى بألفاظ قليلة يقابله الإطناب بأن تكون الألفاظ أكثر من المعاني، والثالث المساواة أن تكون الألفاظ على قدر المعاني، وهنا ألفاظ وكلمات موجزة يعني مختصرة في بيان بعض ما يجب أن يعرفه العامة عن دين الإسلام، بعض ما يجب أن يعرفه العامة يعني في أهم المهمات، وإن كان هناك شيء كثير من المهمات، ذكر أهل العلم نواقض الإسلام الإعراض عن دين الله، لا يتعلم ولا يلقي له بالا، وإذا دعي إليه أعرض، صلى الله العافية. يقول: سميت الدروس المهمة لعامة الأمة، وأسأل الله أن ينفع بها المسلمين وتقبلها مني، إنه جواد كريم رحمه الله ورحمة الله. يقول رحمه الله: منهج الدروس المهمة لعامة الأمة، الدرس الأول، يقول: سورة الفاتحة وما أمكن من قصار السور من سورة الزلزلة إلى سورة الناس تلقيناً
وتصحيحا للقراءة وتحفيظا وشرحا لما يجب فهمه. سورة الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله، ولا تصح الصلاة بدونها. في الصحيحين وغيرهما من حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهي ركن من أركان الصلاة، تجب على الإمام والمأموم والمنفرد دون المسبوق عند جمهور العلماء، فالمسبوق تسقط عنه لحديث أبي بكر. وأما من أدرك قراءتها ولو كان مأموما فإنه يجب عليه أن يقرأها. في حديث أبي سعيد بن المعلى في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام وعده أن يخبره قبل أن يخرج من المسجد بأعظم سورة في القرآن، فلما أراد أن يخرج سأله عنها فقال: هي فاتحة الكتاب، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وإذا كانت الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام لا تصح بدونها عند جمهور العلماء، فحري بكل مسلم أن يحفظها ويحافظ عليها. وجاء في فضلها أحاديث كثيرة، وقد رقى بها أبو سعيد الخدري سيد القوم الذي لدغ، فبارئ كأنما نشط من عقال، وحديثه في الصحيح قرأ عليه الفاتحة فبارئ كأن لم يكن به وجع. في الترمذي أنه قرأها عليه 7 مرات. المقصود أن هذه السورة لا بد من تعلمها لتصحيح الصلاة. يقول: وما أمكن من قصار السور. فإذا عرفنا فضلها فعلينا أن نحفظها وأن نتقنها ونجودها وأن نعربها الإعراب التام، فإذا حفظت على خطأ استمر الخطأ، فلا بد أن تلقن صحيحة بمدودها وشداتها وحركاتها. يعني إذا قرأ القائل في الصلاة: صراط الذين أنعمت عليهم صلاة باطلة، أهدنا الصراط كذلك، فلا بد من ضبطها وإتقانها. والكلام هذا وإن كان معروفا لدى طلبة العلم إلا أن الكتاب مؤلف لعامة المسلمين وعلى أئمة المساجد وطلبة العلم التبعة في تلقين عوام المسلمين هذه السورة وحثهم عليها. وإذا كانت البيوت مملوءة بمن يقرأ القرآن من ذكور وإناث من صغار وكبار، وحلقات التحفيظ ولله الحمد كثيرة متوافرة في كل حي، فما بقي لأحد عذر، لم يبق لأحد عذر، ولا عيب ولا ضير على أحد سواء كان كبيرا أو صغيرا أن يجلس إلى من يعلمه القرآن. ففي الحديث الصحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وما أمكن من قصار السور من سورة الزلزلة إلى سورة الناس. تفسير الفاتحة يحتاج إلى أوقات وما فيها من العلوم، لأن علوم الكتب السماوية كلها جمعها القرآن الكريم، ويقول أهل العلم أن جميع علوم القرآن في الفاتحة، وعلم الفاتحة في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فتفسيرها وتوضيحها يحتاج إلى وقت طويل، فكيف إذا قرن معها سور 10 سورة: الزلزلة والعاديات والقارعة، تكاثر، العصر، الهمزة، الفيل، قريش، الماعون، كوثر، كافرون، النصر، تبت، الإخلاص، المعوذتين. هذا يحتاج إلى وقت طويل. وعلى كل حال إذا عرفنا منزلة القرآن علينا أن نهتم به وأن نديم النظر في كتاب الله وأن نليه عناية تامة. فإذا كان عموم المسلمين ينظرون في الصحف والمجلات الساعات الطوال وليس لكتاب الله نصيب، هذا مسخ للقلوب، صلى الله العافية. فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، الأمر ليس بالسهل، فلا بد من إدامة النظر في كتاب الله وحفظ ما يمكن حفظه منه.
بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. فعلينا أن نعتني بحفظ القرآن وإدامة النظر فيه وملازمة تلاوته، ونجعل لنا حزب يومي لا تغيب شمس اليوم إلا بعد قراءته. وعلينا أيضا أن نقرأ مع الفهم والتدبر، لأنه كلام الله وكلام موجه إليك، افعل أو اترك، فكيف تفعل أو تترك وأنت لا تفهم؟ والعلوم كلها تحت تدبر القرآن. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فتدبر القرآن إن رمت الهدى. فالعلم تحت تدبر القرآن. الآن لو جاء نظام موجه إلى عموم الموظفين لتطبيقه، تجد أول ما يرد هذا النظام مدير الدائرة ووكلاؤه ورؤساء الأقسام يحتجبون عن الناس لمدارسة هذا النظام وفهمه، وهو نظام بشر. لكن تمر عليهم الآيات والكلمات التي تحتاج إلى فهم، تحتاج إلى توضيح واستيضاح من أهل العلم أو بالرجوع إلى الكتب، تمر كأنها لا تعني القارئ أو لا تعني السامع. يقول: وما أمكن من قصار السور من سورة الزلزلة، ولا أعرف لتخصيص هذا القدر بالنسبة لعامة الناس أصلا. وكأن الشيخ رحمه الله نظر إلى أن سورة البينة صعبة على كثير من الناس فقصر الأمر دونه. نعم، يروي الترمذي وإن كان الحديث فيه مقال أن أعرابيا سأل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يحفظ من القرآن، لأنه كبرت سنه وصعب عليه الفهم والحفظ ولسانه لا يطاوعه، فقال: اقرأ من ذوات ألف لام يمرأ أو ألف لام راء. فذكر أنه لا يستطيع ذلك، فقال له: اقرأ من آل حاميم. فأعاد عليه فقال: اقرأ إذا زلزلت. فإن كان الشيخ اعتمد على هذا النص، وإلا فلا أعرف لتخصيص هذا القدر من الزلزلة إلى الناس أصل. فعلى كل إنسان أن يحفظ من القرآن ما يتيسر له حفظه، ما لا يعجز عنه يحفظه. وإذا عرفنا فضل القرآن وفضل تلاوة القرآن، له بكل حرف 10 حسنات. يعني لو تقرأ جرائد الدنيا وش لك من الحسنات؟ كتب العالم كلها ما فيها أجر مرتب على حروفها إلا هذا الكتاب. حتى السنة ليس فيها مثل هذا الأجر. نعم، من قرأ السنة ليتفقه ويتعلم يرجى له ما يرجى لأهل العلم، ويرجى له ما يرجى لمن سلك طريقا يلتمس فيه علما، لكن كل حرف 10 حسنات، الختمة الواحدة 3 ملايين حسنة بل أكثر، هذا شيء عظيم ولا يفرط به إلا محروم. لكن الذي لا يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. شخص يعالج نفسه الأيام والشهور والأعوام ليحفظ القرآن ما استطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن عليه أن يحفظ ما يستطيع. فيبدأ بالفاتحة لما ذكرنا، ويبدأ بالمعوذتين وسورة الإخلاص قل يا أيها الكافرون. ومن المهم مما أهمله الشيخ آية الكرسي وأواخر سورة البقرة وأواخر الحشر وعشر آيات من سورة الكهف من أولها أو من آخرها. فإذا حفظ هذا القدر واستطاع أن يحفظ غيره، فإن استكثر فالله أكثر. لكن ما نقول أن هذا الشخص لا بد أن يحفظ من الزلزلة إلى الناس، هذا عامي، هذا فرضه، هذا نصيبه. لا، يحفظ ما تيسر. إن حفظ هذا القدر يزيد عليه، يزيد عليه، وليس هناك حد محدود للقدر الذي يحفظه. واعتاد الناس أن يلقنوا الصبيان المفصل يبدأون به قبل أن يدخلون في بقية العلوم، ثم يحفظون الباقي على التدريج مع بقية العلوم والفنون الأخرى. وهذه طريقة المشارقة، يخلطون القرآن بغيره في أول الأمر. أما طريقة المغارب فلا يلتفتون إلى شيء من العلوم قبل حفظ القرآن كاملا،
من سورة الزلزلة إلى سورة الناس تلقينا، لأن المسألة مفترضة في من لا يقرأ ولا يكتب، يحرص على من يلقنه هذه السور من ابن أو بنت أو زوجة أو أخ أو إمام المسجد أو عالم تصدى لإقراء الناس. والملاحظ أن العلماء لا ينتبهون ولا يلتفتون لمثل هذه الأمور، بل يتركونها لغيرهم، قصار السور يقرئها المقرئون. وأنا أتفرغ لكبار العلم، لا، العالم الرباني كما في الصحيح عن ابن عباس معلق الذي يبدأ بتعليم الناس الصغار العلم قبل كباره، فيجعل من وقته للمبتدئين ويجعل من وقته قسطا للمتوسطين، ويخص أيضا طلبة العلم المدركين بجل وقته كما هو تلقينا وتصحيحا للقراءة وتحفيظا وشرحا لما يجب فهمه. هناك كلمات في هذه السورة وفي غيرها يحتاج إلى حلها، يحتاج إلى تفهيمها وشرحها وتوضيحها وبسطها. وهناك تفاسير ميسرة يفهمها طالب العلم ويفهمها العامي ويفهمها المبتدئ والمتوسط ويستفيد منها المنتهي. فتفسير الشيخ ابن سعدي رحمه الله تفسير ميسر ومسهل، مبسوط بأبسط عبارة. تفسير الشيخ فيصل بن مبارك رحمه الله تفسير نفيس يستفيد منه طلاب العلم. فعلينا أن نراجع تفسير هذه السور وغيرها مما يشكل في هذه الكتب المذكورة. أما التصدي لتفسير هذه السور 17 سورة 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 مع الفاتحة، هذا يحتاج إلى وقت طويل، يحتاج إلى دورات وليس إلى دورة واحدة. لكن يحال الأخوة إلى التفاسير الميسورة السهلة.